سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب ينضم إلينا. أهلا بك سركيس معنا. الجميع يود أن يعرف ما هي توجهات الذهب خلال الفترة القادمة. هل تخطي مستويات الـ 2000 دولار يزيد من احتمالات أن نشهد تقلبات وربما نوع من الكوركشن خلال الفترة القادمة، أو أنك تعتقد بأنه لا يزال هناك زخم للصعود؟ باعتقادي أن التعدي على مستوى الـ 2000 دولار والتداول أعلى من على العكس تماما ما كان الناس يعتقدون، بأن التداول قرب الـ 2000 دولار قد يسبب عمليات جني أرباح، لكن بمجرد تعدينا الـ 2000 دولار هذا تعدي حاجز نفسي مهم، بل ونشأت سيولة شرائية جديدة إن كانت كمضاربة أو إن كانت لأسباب أخرى سوف نناقشها الآن. لكن أسعار الذهب حاليا تشهد طلب قوي مما دفع الأسعار هذا اليوم أيضا للارتفاع بعد اختراق مستوى الـ 2000 دولار للأونصة خلال تداولات يوم أمس. فالمستجدات السياسية والحقائق الاقتصادية كلها داعمة حتى هذه اللحظة لمزيد من الارتفاع لأسعار الذهب. ويكثر السؤال في الوقت الراهن عن هل سعر الذهب حاليا مبالغ فيه أو زائد عن الحد. في الحقيقة لنأخذ الآن مقارنة بسيطة ما بين الأسعار القياسية التي تحققت عام 2011 والأسعار القياسية التي نشهدها حاليا، لكن هنا سوف ندخل معامل التضخم، حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك بحسب مؤشر CPI في الولايات المتحدة لوحدها من مستوى 226 نقطة خلال شهر سبتمبر 2011 عندما حقق الذهب المستوى القياسي آنذاك، ليصل إلى مستويات 258 نقطة مع نهاية عام 2019. ورغم أن مستويات تضخم منخفضة نسبيا إلا أن هذا يعتبر ارتفاع في مؤشر سعر المستهلك ليدل على انخفاض القدرة الشرائية، وهذا الانخفاض بمعادلة بسيطة نستطيع أن نجد بأن انخفاض يعادل 14.05% تقريبا، وهذا يعني بأن القيمة الشرائية للدولار انخفضت بمقدار 14.05%. وإذا ضربنا هذا المعامل في الأسعار القياسية لعام 2011 سوف ينتج معنا سعر قريب من 2190 دولار للأونصة الواحدة من الذهب. لذلك السعر الحالي للذهب بمعامل التضخم لم يصل للأسعار القياسية حتى هذه اللحظة عام 2011، وبالتالي الارتفاعات الحالية وما يحفزها أيضا من الخطط السياسية والخطط الاقتصادية التي يقوم فيها الحكومات حول العالم والبنوك المركزية حول العالم والتي منها الفدرالي الأمريكي. أصبحنا نتكلم هذه السنة عن تريليونات من الدولارات. عام 2008 عندما كنا في الأزمة المالية العالمية كنا نتحدث في المليار دولار، لكن الآن أصبحنا نتحدث في التريليون دولار. وأيضا التوجه وتوقعات أن نرى خطط تحفيزية جديدة من الحكومة الأمريكية، كل هذا يعني زيادة دوران النقد وزيادة التدفقات النقدية، مما يعني المزيد من الانخفاض في القدرة الشرائية، وبالتالي هذا تحديدا يحفز احتمالية مزيد من الارتفاع. نعم، دعني أنتقل معك للحديث عن هذه الإشارات المتضاربة التي نشهدها ما بين أسواق الأسهم وأسواق السندات. يعني العوائد على السندات الأمريكية هي تقريبا ريكورد لو أو عند أدنى مستويات تاريخية، يعني العوائد الحقيقية بالنطاق السالب. الذهب عم يرتفع كما كنا نراقب خلال الفترة الماضية وصعدنا فوق الـ 2000 دولار بالوقت الذي نشهد فيه أيضا ارتفاعات على أسواق الأسهم، وكأنه ما يتم تسعيره بالنسبة لأسواق السندات مختلف عن أسواق الأسهم. هل نتوقع بأنه خلال الفترة القادمة قد نبدأ ونشهد ضغوط أيضا على أسواق الأسهم بفعل ربما ضبابية المشهد الاقتصادي؟ بالفعل هنالك ضبابية في المشهد الاقتصادي المتوقع خلال النصف الثاني من هذه السنة، لكن لنأخذ أيضا بعين الاعتبار أن الظروف الاقتصادية المتوقعة خلال النصف الثاني من هذه السنة تبدو لا بأس بها مقارنة فيما شاهدنا خلال الربع الثاني من هذه السنة، حيث دخلنا ركود اقتصادي عميق وشاهدنا انكماشات اقتصادية قياسية خلال الربع الثاني. ومتى بدأ الارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه الخصوص؟ بدأ من أواخر شهر 3
الماضي، وهذا يعني بأننا الآن في مقارنة ما بين دورة الأعمال والدورة الاقتصادية، وهذا موضوع معروف في علم الاقتصاد، فدورة أعمال أسواق الأسهم تسبق دورة أعمال الاقتصاد في فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر. إلى جانب ذلك كما تفضلتي في عوائد السندات السلبية كعوائد حقيقية تدفع المتداولين حاليا للبحث عن بدائل، ومن هذه البدائل كما أشرت حضرتك الذهب كملاذ آمن. إلى جانب ذلك أيضا يتوجه المتداولون إلى أسواق الأسهم مع توقعات بعض التعافي الاقتصادي، لا نستطيع أن نقول تعافي تام لكن بعض التحسن مقارنة بما حصل خلال الربع الثاني الماضي، وكل هذا ربما سيحفز المزيد من الارتفاع على مؤشرات الأسهم طبعا ما لم تحصل حقائق اقتصادية جديدة تفشل الموجات الصاعدة التي ربما ستحصل. وهناك أيضا نتائج الشركات رغم أن كثير منها جاء يشير إلى سلبية لكن البعض الآخر جاء بأفضل كثيرا من التوقعات، ولو نظرنا إلى أسهم شركات التكنولوجيا على سبيل المثال فقد كان أداؤها مبهرا ورائعا خلال حتى الربع الثاني من هذه السنة في أغلبها، وهذا كله أيضا محفز للثقة في الأسواق وتوجه المتداولين لأسواق العائد المرتفع. شكرا لك سركيس توباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي على وجودك معنا.